حالياً هذا القطار يعتبر أفخم قطار في الصين، درجة الفخامة تكاد أن تصل إلى الخطوط الإماراتية والقطرية، واليوم راح نجرب تقريباً 5 إلى 6 أنواع قطارات مختلفة. لكن في البداية خلنا أقول لكم قصة الفيديو. بدأت أصور الفيديو بالضبط قبل 10 شهور. أول نوع قطار جربته كان أعلى نوع الفخم، لكن صار لي موقف صراحة عكر مزاجي، ممنوع تصوير ومدري إيش، مع إن الكل كان يصور، ما أدري ليه أنا كذا. بعد ما صار الموقف ذا عفت الفيديو، ولذلك الجزء الأول من الفيديو تقريباً أول 4-3 أنواع قطارات صورتها قبل 10 شهور. الجزء الثاني من الفيديو صورته الأسبوع الماضي، لأنه الفيديو حينزل على طول، وحجرب من أقل نوع تقريبا لين أفخم قطار حاليا موجود في الصين. سعر التذكرة أغلى من الطيارة، عشان كذا تقدر تتخيل الفخامة اللي مسوينا. كل أنواع القطارات اللي جربناها هي قطارات سريعة، في أنواع القطارات اللي على الفحم في مستويات مرة أوطى من اللي جربناها بالفيديو، وكل الأنواع قطارات سريعة. لا تنسى تسوي لايك، وانا حاليا في محطة القطار في شنغهاي، يعني عشان مدينة كويسة خلنا نقولها. لكن تعرفوا هذه الاماكن حقت الناس البسيطة يعني كذا مساكين. اليوم قررت اجرب افخم قطار موجود في الصين، ما في مقدمات كثير. المحطة بشكل عام مليانة مطاعم، مليانة كل شيء، لكن قسم البزنس كلاس او الفيرس ما ادري ايش هو الفئه يعني ما حنختلف، عندهم لاونج خاص. وانا حاليا شريت التذكره باقي لي 3 أو 4 ساعات. ليش؟ عشان قلت يمكن في اكل باللاونج حق الاغنياء، فخلينا ندخل. بسم الله. خاله والله شفته، يعني جيت اصور الشيء الجميل الرائع هذا، جت قالت لي ممنوع التصوير، لازم تتفاوض مع المحطة. كل ما نبغى نسوي شيء ممنوع ممنوع ممنوع، بعدين ممنوع، انا مو قاعد اصور يعني، قهر انا من هذه الاشياء، لكن ما راح اوقف. خلني اقوم اجيب لي اكل من البوفيه تبعهم هذا. خوخ، ما ادري كيف تسمى هذا اللي بيجي بمعلبات، هذا بوب كورن جميل حلو. خلينا ناخذ لنا 2، ناخذ هذا كمان 2. طبعا قاعد احشي انا. هذه الصراحة جميلة. صالة انتظار لأفخم سعر تذكرة وأفخم شيء، ما فيها واي فاي، استهبالة. اتوقع صالة الانتظار للتذاكر المرتفعة كل منطقة بتمسكها شركة زي مناقصات. هذه الصراحة سيئة، ما فيها انترنت. سنكات المحطوطة لما تروح مثلا حلاق ولا محل مساج يحط احسن من هذه، فتجربتي لهذا الشيء سيئة جدا صراحة، ما حبيت. التجاتل الموجودة في الأجهزة هذه قسم بالله احسن من اللي في صالة الانتظار تبعت البزنس كلاس. لا تحسبوا ان انا كذا قاعد اقول انها سيئة عشان قالت لي لا تصور، لا لا عادي يعني، توقفنا باماكن كثيرة ما نصور، لكن كتجربة يا اخي كنت متوقع احسن. يعني مستحيل انت تدفع التذكرة سعرها 4 مرات 5 مرات دبل عشان كذا. هذا تجربة القطار هي الأساسية، هذه كماليات، بس مستحيل الكماليات تخرب على الأساس، بس بتأثر. نزلنا من آخر القطار، والمقطورة حقت الناس اللي معهم فلوس أنا ماني منهم أول شيء، فتخيلوا مترت القطار كامل عشان أوصل هناك. أو تذكرتي معلوماتي لا تطلع. وش ذا؟ مستحيل، لا لا لا، معليش معليش أنا مو هنا. أوكي ما شاء الله، قطارش كبرى، شوفوا من أول لين آخرة. الفئة اللي أنا حجزها فيه تقريبا 8 كراسي فقط، بس هذه المقطورة الفئة اللي أنا حجزها هي التوب التوب التوب، والباقي إلى ما لا نهاية الشعب يعني. بسم الله. نيها كيف افتح هذا؟ اولا لا، هذا الكرسي حقي. بسم الله. ترى في فئة اعلى، اتوقعت الصراحة في فئة جديدة نزلوها من القطارات، هذه الفئة تكون زي الطيران الامارات كذا غرف، بس هذه ما ادري ما فيها لا غرف ولا شيء، لازم ابحث لين احصل القطار ذاك. الاشياء اللي فشختها، هذا يتحكم بقوة الإضاءة هذه، شفت كيف؟ في هنا لوحة حقت مساج راح أجربها إن شاء الله، وهنا في شو اسمه شيء فارغ
عشان تقرأ. طين مناديل طبعا. هنا الكابتن، هنا السواق، في واي فاي مجاني بس للأغنياء. تخيل بالله قطار فيه 500 شخص، انت مع 5 اشخاص في كابينة منفصلة. شوف ايش موجود. اوكي، هذه رسمة الكرسي وتصير تتحكم. وهنا في 3 مودات، خلنا نجرب هذه. شوف حيتحول لسرير الحين. شنطة 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 شنطة. 5 اشخاص الاغنياء فل، فلازم اسكر الكاميرا واسكت، اسوي فلوق على الصمت. صراحة قصير وأغلى من الطيارة. هذا القديم حكمل أبحث على النسخة الجديدة من القطار. يشحن كهرباء الجوال ولا؟ والله في كهرباء طلع. وصلنا أخيرا. أتكلم قاعد مع الأغنياء ساكت كي وقاعد ما حبيت التجربة، بس وما زلت متمسك أبغى أجرب القطار الجديد اللي كده زي طيران الإمارات. هذا النوع من القطار أغلى من الطيران. المهم شفتوا تجربة حلوة صح؟ أنا ما أدري والله إيش صورت لأنه كان ظلمة كده وساكت وهادي، فلسه التجربة حتكمل ما وقفني. تجربة البارحة أنا من وجهة نظري كانت خسارة فلوس على الفاضي، فالحين راح نجرب شيء مختلف. انتظر القطار يوصل. بسم الله. زي ما تعرفوا احنا نحب التاريخ، هذه مسارات القطارات، الله قطار الطلقة والجبال من خلفي. قبل موعد الرحلة بعشر دقائق الناس تطلع تنتظر هنا في المسارات، بعدها القطار يوصل زي ما تشوفوا. أيوة القطار الطلقة اللي سرعته 300 اللي من 50 سنة موجود في الصين. بعدها القطار ينتظر دقيقتين بعدين يحرك. طبعا لازم تنتبه لانه في قطارات تمر مسرعه وما توقف، فكالعاده ضيعنا البوابه بعدين قمنا نسال ودخل المقطوره غلط، وكان لازم نمشي من مقطوره الى مقطوره. واتوقع اني قلت هنا كلام مره مهم اللي لا زعيم اسيا، لكن نسيت اشبك المايك. بالله كيف وسخ، يمكن اللي كان راكب قبلنا ما ينطفو. في كهرباء، في حشره، لكن شو اسمه في زر هنا اتوقع ينفرد هذا. شوف في حد، في حد ورانا. ما في حد وراه. يعني الصراحه جيد، لا بس كوني محب للتاريخ ودائما احب انه ادون واكتب التاريخ، ولهذا السبب قلنا يعني يو. تخيلوا اول مره ركبت هذا القطار تقريبا 8 سنين شيء زي كذا، فهذا شيء بالنسبة لي مستهلك، لكن انتم يعني مسكين الكاميرا يا راحت ما تشوفوا هذا الشيء، فقلت اوريكم. اذا المغرب صار عندهم احسن من هذا النوع من القطار. خلاص المحطة فاضية، انتظرت لين الناس يروحوا. حاليا راح نجرب او راح اوريكم عشان لا اغلط. يعني القطار مو اوطى درجة، اللي قبل الاخيرة هو واطي يعني، لكن اللي قبل في اوطى منه. طبعا الدرجة المنحطة، الدرجة القليلة، الفئة القليلة لازم تجي تشتري سوبر ماركت من برا، لانه ما يقدموا لك شيء ببلاش. يولو شوف الحين وصلنا، في قطار وصل قبلنا بشوي وفي قطار ما وصل، فما ادري حنا يمين او يسار. لا نصفط على وجه. بسم الله والله حنا ماشيين نسال. يا اخي يوميا 24 ساعة القطارات فل، ويكند مو ويكند فل. وصل القطار، كان قطار الحرمين. ودخلنا على الناس قدامنا. شوف كيف دخلنا. شوفوا اعطيكم نصيحه، القطار هذا يعني جميل للرحله ساعه ساعتين ثلاثة، لكن حسب الحجم. يعني اذا حجم لا انتبه، او اذا انتم ثلاثه جنب بعض تعرفوا بعض عادي،
لكن اذا في شخص زاوي كذا مش بالحجم، ليش باللي جنبك الثاني؟ ايوه يعني لا تحشر بالضبط، لانه احجامنا غير احجامهم. حسوي تست حاليا، الكاميرا محطوطه على طاوله الطعام والقطار اللي المفروض انه ابو كلب يعني، والسرعه حاليا بطيئة صح، لسه ما دعس، هخليه لين يدعس 250 كذا ونشوف الكاميرا حتهتز ولا لا. لازم يدك، قايل لك نسوي تغطيات ما تغطيات، ولا اتحرك من الكرسي. بس والله تستمر الرحلات البسيطة اللطيفة ونشوف أنواع الكراسي، حاول استمر لين أحصل قطار طيران الإمارات. هذه هدية، خلنا نشوف ما أدري إيش هذه صراحة ما استدله. هنا الأغنياء إن شاء الله بعدين راح نجيهم. اتوقع انه رسميا الرحله خلصت. وبعد مرور 10 شهور قررت انا استكمل الفيديو، طبعا اكون معكم صريح، نفسي عافت الفيديو عشان كذا سبت 10 شهور. يوم نفسك تعوف عن شيء اذا بترجع له يا ترجع له بطريقه مختلفه بشيء افضل او لا ترجع، فعشان كذا انا حاليا في المدينه ايه، القطار اللي حصلته اللي جالس ادوره في المدينه بي، فحاليا الساعه 6:30 صباحا تقريبا والحراره سالب 10، راح اسافر من المدينه A للمدينه B عشان اخذ القطار اللي من المدينه B وارجع المدينه A عشان اصور، يعني زبده صدرد. القطار راح يحرك 7:19 فباقي تقريبا 11 دقيقه، بال 11 دقيقه راح ندخل وراح نركب القطار وزي كذا. الاجنبي ما يدخل مع الصينيين لان البوابه ما تقرا الجواز، فتيجي تدخل هنا يدوي يعني. دائما يكون زحمة على البوابات، لكن اللي بالجواز كذا بسرعة. بسم الله، لأنه الحين الساعة 7 لسه، فما في ولا قطار وصل ولا قطار حرك. والله التطور، صاروا يكتبوا أرقام هذا بالشاشات، الجرس اللي جالس يدق هذا يعني قطار وصل انتبهوا. تعال تعال، الشاشات في كل مكان على الأرض. القطار وصل قبل الموعد بأربع دقائق، فبالأربع دقائق كلنا راح نركش فيه ده وبلشني. القطار هذا خارج الحسبة، فأنا بس حاليا متوجه إلى المدينة اللي راح أخذ منها القطار النهائي. طبعا أرخص قطار أنا، والله برد. الله يلحشر، المفروض نحرك 7:19، شوف حركنا متى، شفته خلاص. حتى القطار القديم ولا ابو كلب ثبات. Please take all your belongings and be ready to get up. مقفل هذا ولا مفتوح؟ كيف يفتح؟ أنا خبري إن وصلنا الأرياف ما كنت أدري إن في مصانع هنا ولا شيء. واو، مو مخليه مكان الصينيين اللي مستفيدين منه، حتى بالمدن الصغيرة مرة تحصل المباني الطويلة. الحمد لله على السلامة وصلنا. أوه الحمد لله على السلامة. يمكن القرية هذه أو المدينة كذا صحراء حولنا، فالبرد مرة قارس. المهم حاليا أنا معايا ساعتين في هذه المحطة، فأقدر أطلع وأقدر أبقى. شكلها المدينة أو القرية مرة صغيرة، فبسم الله وعلى بركة الله خلينا نكتشف. خلنا أوريكم درجة الحرارة كم. هاي سيري what's the temperature now؟ حلو، -9. شايفين هذا النوع القطار الأبيض؟ هذا المرة قديم. حاليا المفروض الختام يكون القطار اللي لونه أحمر، ف
فهذا احدث واحد، احدث شركه حقت شركه هاربين. خلنا نشوف محطه القطار حقت القريه كيف. راح يجي في بالك سؤال انه ليش انا سافرت على ذي القريه عشان اخذ القطار من هذه القريه الى هناك؟ لان كل التذاكر مبيوعه، ما حصلت الا من هذا المكان، فقلت اوكي بجي عندكم باخذ وبروح. معليش برد. القريه اللي انا جيتها ترى فيها اشياء سياحيه، يمكن نهر ولا شيء. اوف تعالوا نطلع من هنا. انا حاليا وصلت على المدينه. واو وش ذا، محطه القطار حقتهم مره عجيبه. وش ذا، واو حلو حلو جدا الصراحه، لكن اقسم بالله برد سالب 9 هذا الجو، لكن مع الهواء سالب 15. من الدخول الحين اوكي. والله الاستهبال، وصلت من هنا عشان اطلع كذا وادخل ثاني. يا برد 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 والله اني استهبل ماشي كذا، بالاخير الدخول من هناك. اتوقع غيرت رايي، يعني اقل شيء اضعف الايمان ان اروح هنا اقرب اشوف. هذه محطه القطار الضعيفه، شوف ما شاء الله كبير وجميل. والله برد 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 برد. فكرة التصوير بهذه الأجواء سيئة جدا. شايفين القصر هذا؟ توقعت إنه شيء مرة كويس، بس والله شفتوا المدينة كيف. جيت أوريكم الفعاليات حقت المكان، حق أشهر مبنى عندهم، وخلاص خلنا نرجع. ماني قادر أوصف لكم الجو، أوف مو طبيعي حرفيا. أنا وصلت المدينة طلعت من هنا ولفيت كذا، الحين إن شاء الله حندخل هنا كله من أجل المحتوى. أشوف الناس دخلوا من هنا وكملوا سيدة. وش ذا؟ أوه شت، اوكي مع الناس. تذاكر ودخول، بسم الله. اوه والله دفى، الحمد لله. الله يعين اللي في اماكن برد وحالتهم حاله. من هنا الدخول. اتذكر في اول قطار في شنغهاي ما عجبتني صاله حقت الناس كذا، فاتوقع هنا حيكون مره ضعيف. اهم شيء تحط الشنطه. باليوم احط شنطتي 20 مرة على جهاز تفتيش. القطار اللي راح نركبه حاليا هو نفس الدرجة حقت اول قطار ركبته اللي كان سيء، ففي قطارات جديدة وفي قطارات قديمة، فلازم تنتبه لما تيجي تشتري تذكرة. حرام الصراحة تدبل التذكرة 4 مرات بعدين يجيك زي اول واحد. البزنس كلاس لاونج، خلنا نشوف حيفتح ولا لا. مقفل كمان، حلو. يا حرام، تعرفوا ايش فيه؟ بس فيه كراسي. رحت على شنغهاي من اكبر المدن والصاله كانت ضعيفه، جيت هنا في القريه يعني طبيعي تكون مقفل. ما في حد غيري. 有喝的什么的？好好，知道知道知道。你坐这儿，你看着点儿。好，谢谢谢谢。الله المحتوى، شايفين كيف الإخلاص في المحتوى؟ المهم هذه القرية وصلنا، ما حسوي شيء. من إحدى المشاكل كمان إنه معي أنا حاليا تقريبا ساعتين. أبد والله هذه حقت البزنس في المكان الفقير، إلا في المكان القرية يعني. عندك موية، عندك شيبس، عندك بطاطا. طبعا هذه الأشياء كلها فري. حلو، ما عليكم. مقاطعون. هذه حبة الرمان في المدينة، هذه معالم المدينة. اوكي شفته، تخيل لو رحت على المدينة حقتهم ذي الصغيرة، باين حق زراعة وشلالات. حلو، ما ادري عن الشلال بس يلا. اشوف اني اجلس وعين من الله خير ابرك من المشفرة. اوه لحظة لحظة، اول قطار في شنغهاي ما كان فيه واي فاي صح؟ خلنا اجرب الحين اشوف حاصل واي فاي ولا لا. ابشركم لله الحمد ما في ولا شبكة. دائما الكيكة الأرز اللي أكلها تكون كذا سادة حلو، لكن هذا شو عليه سمسم وعليه زبيب. أيوه ولوز قديمة باين. ما حد يدخل هنا أصلا. جلست أبحث قبل شوي على المدينة أشوف إيش في شيء قريب، فجاء في بالي أشوف المسجد. المسجد يبعد 90 كيلو، هذا سفر مدينة أخرى. فوالله ما حصلت لا مطاعم ولا أي شيء. في أماكن تاريخية قديمة هنا في الخارج مرة قريبة 200 متر. الانتظار زين. جالس أتفرج على الشاشة، تأخر القطار 2 دقيقة. أول واحد من هاربين لشنغهاي تأخر 2 دقيقة. ها جاي يقول لي يلا امشي. حلو، اللي يدفع فلوس يجي يذكروهم. اخذ جوازي وقاعد يسوي لي سكان.
يلا يا طيل العافية. قد له ساعة يحاول يسوي لي تشيكن ما ضبط، بس اوكي. بس اول ما فتح السيستم على طول دخل، والله ما شاء الله حلو. ثالث واحد فلوس، الله الفلوس بتسهل الحياة. في بعض المحطات الشرطي نفسه ذا ياخذك يوصلك لين الكرسي. لا تقول لي حنكعب، ما وصل ولا قطار. هاي سيري واتس ذا تمبريتشر ناو؟ سالب 11. المشكلة أنا وصلت هنا الساعة 8 الصباح، فالمفروض 8 الصباح أبرد من الساعة 10. الحين ساعة راح الكلام، الحين سالب 11. إذا أحد يبغى يبحث خرش جدي، قلت في قطار راح يدخل بظهري، متنا. هذه المشكلة كالعادة، الدرج نزلنا عند المقطورة رقم 15، أنا المقطورة رقم 1 من 2. أنا وصلت بالقطار الأبيض القديم، حالياً القطار أوصل أوصل أيوه، هذا القطار هذا الحديث. فيوم تيجي تشتري تذكرة حاول أنك تشتري تذكرة لهذا النوع من القطارات، لأنه أنظف نفس السعر، كراسي جديد. الأبيض الصراحة خلاص استهلكوه بما فيه الكفاية. هنا مكتوب 2 البلشة، أنا رقم 9 مو باثنين. أوف. 4 5 يا العلم المشوار. 6 7 أوف. الحين أنا بسبعة، همشي من 7 إلى 9. 7 كيف هذا يفتح؟ أوف. هذا 8 هذا القطار مقفل، فما أقدر أسوي كروس للأسف، يعني هنلطل شوي هنا. في ستوب بعد تقريبا 20 دقيقة، يلا مو مشكلة ننتظر. في كرسي هنا فاضي حلو، فتعالوا بالله شوفوا كيف. شوف هذا فاضي صح، هذا الكرسي اللي أنا حاجزه عشان أنا محترم، حسأل هل عادي أجلس في الكرسي هذا ولا لا. وي 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 كان يسيت هير وات ا بيو اي اندا لكن هذا المكان تستهبل. دخلت قالت لي اوه معليش انتظر اجلس ورا لين نص ساعه توصل الثاني. قلت لها انا متكلف ودافع تجلسيني هنا. هذا مكان قوي والله، شوف حلو. يوم تدخل يعطوك اكل وفواكه وسناكس وكذا، قلت لها ما ابغى شيء لين اوصل بعد نص ساعه بغير. خلنا اوريكم المكان، ما ادري كيف تشتغل. اوه يعني كانك راكب طياره حلو، لكن فيها ميزه مره كويسه انه تقدر تشبك الجوال حقك. قالت لي الكرسي هذا إلين المدينة اللي أنا نزلها ما في أحد فأستخدمه. أوكي فأعطتني هذا. أبغى أشرح لكم على الشاشة يا جايز. المهم الحين هنا يكون مكتوب الحرارة الخارجية والداخلية والسرعة، هذه المعلومات حقت القطار يعني. حلو شو أوه. جميل حسب ما خلاص يا شباب. اوه حلو. لازم نوريكم التفاصيل. تقدر تفتح ذا وتعلق، شفت كيف الكبيرة؟ أول شيء بسم الله وعلى بركة الله. معليش أنا راح نحشر شوي، بس يقول لك تحط الشنطة هنا، تسحب هذا، عندك حزام بس. هذا لما يكون معاك عفش، هنا عندك لوحة تحكم، هنا تنادي الموظف، هنا الوضعيات الجاهزة الحين راح نجربها. اوكي ايش هذا؟ ما ادري ايش هذا، يمكن هذا ترجع الكرسي، تعلي الصوت وتطي الصوت عشان التلفزيون. اوكي شو اسمه
أدري. تتوقع شاحن جوال هذا؟ شاحن جوال. عندك مناديل، أوكي طيب. USB، سماعة، كهرباء. في عندنا هذا الشيء. كيف؟ إيش فائدة بالله؟ أوه هذه الفتحة بس عشان تتكي كذا. الله حياة الغراج جد كبير والله. ما شاء الله لسه في مساحة. أشوف شوف رجلي من واصلة. هذا كيف؟ قبل لا أجرب الوضعيات اللي هنا، أول قطار ركبته اللي كان غالي وما عجبني كان مرة قصير، بس هذا طويل. شايف الناس اللي حولي مسوينا سرير. هذه المقطورة زي ما تشوفوا، هذه التفاصيل اللي شفناها قبل شوي. شوفوا الجاكيت صراحة خرب التصوير. في هنا هذا الشيء، يعني دفتر وأقلام والجريد اليوم وكتيب وعلى حاسبة. حلو. ناقص السليبرز، يمكن له مكان. الموية الحارة لازم يقدموها في الصين. قاعد اكتشف اشياء. شوف هذه الطاولة، تعجز عن وصف شيء. انا حبيت هذا جدا ما شاء الله. تعال 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 شوف، جالس اتعبد كب شيء. هذه المناديل، اوكي شيل المناديل بعدين تعال نفتح. اوب 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 مرايا عندك هنا. حلو يا سلام يا اخي، حشين الاشياء بطريقه. هذه المرايا قفلناها، اوكي. هذه التكايه، هذا اللي قلب شيء فتحتها. الطاولة فندق. أنا حاليا في الكابينة حقتي، الحمد لله طيب. والله يعني قطار تسافر فيه 10 ساعات 20 ساعة زي كذا ممتاز جدا، لأني متوقع متأكد إن السرير حيكون مرة مريح، لأن شفت ناس نايمين هنا. بس أغلى من الطيران هذا السليبر. خلنا نشوف الجودة، كنت أحسب اللي يستخدموه كذا مرة. جودة ممتازة صراحة، لا بأس. لا لا ممتاز، أحسن من بعض الفنادق. إيش تتوقعوا هذا فيها؟ نفس القطار الثالث أو الرابع. كيكة بالبطاطا الحلوة، ما أدري إيش هذا، يمكن توت سجق توفو. والله ما شفت إيش هذا، بس كذا صرفت من الكيس. كرز مجفف، حليب، شفته صح؟ ما احنا جايين ناكل. يلا يوم تيجي تطلع تسوي كذا. هذه دورة المياه، ما ادري مهم لازم اصوركم ولا لا. هذه المغسلة، بعدين تيجي هنا. يعني انتم كرامة ما بصورها، بس باين انه نظيفة. تعالوا الحين نفرد السرير، بسم الله. اول ما اضغط على السرير، شوف 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 هناك كيف. يا خرب بيت التفاصيل، اخلاص. شوف شوف لا برافو، هذا الشيء قوي. أول مرة أجرب شيء في الصين ويطلع الطول مناسب، حتى لسه معايا وسع يمكن نص متر داخل. السفر في القطارات في الصين في مواسم تمر جبال وطبيعة زي يونان، في أشياء خرافية، فأنت تنسدح كذا بالله تتفرج. الحين الكرسي مفروض الزر اللي هنا تضغط كذا، شوف يرجع كرسي. أبغى أستلقي بس كذا نص. على جودة. أوه شوف يا سلام، وش ذا الابداع. بس شيل هذه بالله واحشرها مع الجاكيت.
الوضعيات مناسبة بشكل امبوسيبول. حبيت أشوف الناس جالسين يطلبوا مشروبات وأكل وكل شيء بلاش طبعا لأنك ناقها نق. بسم الله. تجربة كانت طبعا كل القطارات يكون فيها شرطة. تجربة أسطورية تستاهل الواحد يجربها. هذه الدرجة اللي أبحث عليها من أول الفيديو، أسطورية بس ما عندي كلام. شكرا لشركة هربين اللي مدري إيش على هذا القطار الخرافي. صورت نهاية الفيديو والقطار جالس يمشي. بعد ما خلصت النهاية ونزلت كذا اكتشفت إني ما كنت أسجل. لحظة عشان أصور لكم نهاية الفيديو يا أخي. لحظة وبس. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله يكون فيديو خفيف لطيف عجبكم. أي شخص عنده أفكار اقتراحات من الصين كذا، أفكار خفيفة لطيفة إنه الشخص يقدر يسويها يكتب لنا في التعليقات. وكالعادة نحن لها حرام والله سويت نهاية جميلة يا حرام. المكتوب مكتوب، حنا دائما نمشي مع اللي الله كاتبه.